خلونا في البداية نشوف أحوال الصوت. خبرونا يا نشامة ويا كرام، إن شاء الله الصوت جيد في هذا اليوم الأخير من هذه السنة. تحية لكم جميعا. جيد جبران، تحية لكم إخواني الكرام، صوت ممتاز. شكرا محمد. إذن الصوت ممتاز. خلوني في البداية نهنئكم بهذه السنة الجديدة، وإن شاء الله تنعاد عليكم بصحة وعافية وظروف أفضل بكثير. فها هي سنة تنقض كأننا البارحة فقط، ونحن نودع عام 2022 ونستقبل عام 2023، وها نحن الآن في عام 2024 بعد وقت قصير جداً، ونجد أنفسنا نستهلك سنة أخرى من أعمارنا. ليس أبارك لكم هذا العام الجديد، وإن شاء الله ينعاد عليكم كأشخاص وكعائلات وكشعوب وكدول وكأوطان وكأمم بكل الخير، وإن شاء الله يكون هذا العام الجديد عام استقرار، وفي سوريا والعراق واليمن والسودان وليبيا وفلسطين وغزة وكلها، نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا العام عام خير على الجميع. خلونا نشوف بعض التعليقات في انتظار التحاق الإخوة الكرام. نبدأ بأخينا جبران، تحياتي أستاذ أنور، ولو جاء من بيت الله، أنت رجل شجاع، المحتل محتل، ولو جاء من بيت الله الحرام. صدق، المحتل محتل والغازي غازي، وليكن ما يكون، وإن كان طبعاً لن يأتي من بيتي، أنت قلت تشبيه فقط، ولكن بيت الله الحرام دائماً في أمن وأمان، ولا يأتي منهم إلا الخير. في حالة انتصر الحركة، هذا الأخ عبدالله، في حالة انتصر الحركة أول ما، هل هناك أسماء في الجزائر لقيادة الدولة؟ لأني لم أسمعكم تتكلمون عن أشخاص في مستوى قيادة البلاد. حقيقة أخي الكريم، أنا كمحلل لاني حراكي ولاني معادي للحراك، أحلل الأوضاع، أتمنى التغيير في بلادي، لأن هذا النظام فاسد، وأتمنى أن يأتي نظام آخر وناس آخرين. لست منهم طبعا، لست منهم ولن أكون منهم، لأنه ليس هدف السلطة ولا أي شيء، ولكن في اعتقادي الناس البسطاء من عوام المجتمع، أنا لا أقول نخب اللي تطالب بالتغيير، ناس كثير بسطاء وطالبوا بالتغيير أفضل ممن تصنعوه، ممن ترونهم يصنعون القانون ويظهروا كأنهم بهرجة ومش عارف واش، هذا الجنرال كأنه، يا جماعة نعرفهم من الداخل، نعرف مستوياتهم، ولا أي شيء، ولا بطيخ، بهرجة على الفاضي. أخونا أيضا من فاس، شكرا لك، ويدعو لشقيقنا عادل إن شاء الله بالإفراج، ربنا يحفظك ويبارك فيك أخونا الكريم. أيضا أخونا أبو شعيب، تحياتي لكم وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية. شكرا أخونا أبو شعيب سايح الذي دائما يحدثنا من إسطنبول. أعتقد هذا مهم، الجزائر ولادة ولا تخف على الجزائر، لما احتاجت الجزائر لاعبين جاهزين جاء أحسن اللاعبين، وأول مرة ترى فريق من شمال إفريقيا يربح في أدغال إفريقيا. بارك الله فيك على مرورك، ونحن على يقين أن الجزائر فيها خير وولادة، وعندها رجال وعندها نساء وما إلى ذلك. تحياتي لك من القنيطرة، وشكرا لك على الجرأة حين تتكلم عن النظام الإيراني المارق. نحن نوصفه بما فيه. بارك الله فيك أخي الكريم، وربنا يحفظك ويبارك فيك. أخونا سأل، هل سيتم استدعاء شنقريح العدالة السويسري للتحقيق معه في الوفاة الغامضة لخالد نزار؟ هنا أقول لكم باختصار شديد، شنقريح لم يتم ذكره في الملف، لذلك لن يستدعى. قضية وفاة خالد نزار الغامضة هذه راح نتكلم عليها بعدين، كلام فارغ. أنا أقول لكم، عنده مدة وهو مريض، وحتى صار لا يقدر أن يتحرك، هو أصلاً مريض صحياً، وحكاية أنه تم اغتياله لغلق الملف كله كلام، لا أعتقد. أنا اللي قالوا يتحمل مسؤوليته أنا لا أملك عليه، وإن كانت المعطيات اللي عندي كلها تقول أن الوفاة بسبب المرض.
المهم شكرا لكم إخواني الكرام، حتى لا نطيل على الإخوة، بدأوا يقولون تحية من وجدة وتحية من عدة مناطق، وجدة دائما في القلب. صراحة أنا أحب هذه المدينة وأحب أهلها وأكن لهم كل الاحترام، وصراحة عندما كنت في وجدة والله كنت أشعر كأنني في بلدي الجزائر. شكرا لكم، سنعود إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة لبعض التعليقات. نأخذ بعض التعليقات ونختم، والله أطلت عليكم كثيرا إخواني الكرام، بارك الله فيكم. نشوف بعض التعليقات. رحمك الله يا أستاذ، أهديكم الله ويصلح بالكم. شكرا أخي الكريم. تبون وعطف جمال عطاف وتبون أكبر كذابين في العالم، فضيحة بكل المقاييس. الرجل يتخبط ولا أدري، يعني أيضا الجزائر حرة ومش نعرف واش، خلينا من هذا الذباب، كلام فارغ لا دخل الذباب. يعني ما لم أجد حتى حاجة حلقة جيدة. الأخ طلال بارك الله فيك، على الأقل وجدنا ما يمكن نشر، لأنه نكون مشغولين الذباب يأتي ويعمل العجب بالعجاب. يعني بارك الله فيكم جميعا، سنة سعيدة ليك الأخ الكريم، رجل مزيان بزاف. شكرا لك الأخ السعيد، ربي يحفظكم جميعا وشكرا لكم. ما وجدت حتى تعليقات ممكن نستفيد منها، الذباب ما خلنا شيء. مشكور على مجهوداتك الأخ هشام، بارك الله فيك الأخ هشام، سنة سعيدة من فاس. شكرا لك الأخ محمد، تحياتي الأحخال، تحياتي وسنة سعيدة لك أيضا، تحياتي ليك أخينا الكريم، بارك الله فيكم جميعا. أخونا قلنا هل من أمل أسامة في إحياء المغرب العربي؟ والله إن شاء الله الأمل قائم، وما دامت هذه العصابات رح يجي نهارها ما تخافش، والعالم الآن يتجه نحو الوحدة وستفرض نفسها على الجميع، وحقيقة وهذا هو الواقع. الأخت ليلى من كازابلانكا، سنة سعيدة لك أنت أيضا أختي الكريمة، حياك الله الأخ حسان، وشكرا لكم جميعا إخواني الكرام، بارك الله فيكم للحاضرين معنا الذين سيشاهدون لاحقا، ونشكركم على كل كلماتكم الطيبة. نجدد لكم إن شاء الله سنة سعيدة ليكم ولأهليكم ولكل محبيكم، ويا رب تنعاد عليكم بالخير واليمن والبركة.